السلام عليكم. هنتكلم عن نقطة مهمة جدا في السموك مانجمنت سيستم، وهي الستير بريشرايزيشن. الستير بريشرايزيشن ده جزء من كذا موضوع موجودين في السموك مانجمنت. يعني في السموك اكستراكشن، في زي ما قلنا الستيرز بريشرايزيشن، ده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. وما هنيجي نتكلم عليه اولا، بداية هو عبارة عن ايه؟ هو عبارة ان انا في الوقت اللي بيبقى فيه حريق بيبقى عندنا سلالم الطوارئ، دي بتبقى جزء مهم جدا في عملية الإخلاء خارج المبنى. بيبقى مهم جدا لو أنا عندي حريق في أي دور إن ميبقاش فيه سموك بيخرج من الدور ده للستيرز أو الإمرجنسي ستيرز. ليه؟ لأن دي وسيلة الهروب الوحيدة اللي هتخلي الناس في الأدوار العالية إن هم يقدروا يستخدموها ويخرجوا بره المبنى. طيب، أنا طبعا الكلام الشرح أنا مش يعني ما قريتوش من ريفرنس، أو في ريفرنسز كتيرة منها ان في 92 اي وبي 92 بس، واي وبي في الاس بي سي، اس بي سي 501 اللي هو بتاع الميكانيكال سيستمز بيتكلم عن السموك، وفي برضو اس بي سي 201 اللي هو الخاص بالبيلدينجز. في جزء في كام نقطة كده هنشرحهم دلوقتي بيتكلموا عن السموك. هشري برضو في جزء بيتكلم عن السموك في الابليكيشن وفي الفاندمنتالز. بس انا يعني طبعا ما قريتش كل دول، لا انا اقتبست نقط من حد كان شارح او قرا الكلام ده وعمل شرح ليه، وانا يعتبر قريت الشرح ده او سمعت الشرح ده وعملت له زي ملخص سريع لاي حد شغال في التصميم ومحتاج ان هو يعرف معلومات سريعه تساعده في نظام الستير بريشرايزيشن. طيب، اول سؤال هو انا امتى، دي أول نقطة، إمتى أعمل ستير بريشرايزيشن وإمتى ما أعملش؟ دي على حسب الإجابة بتاعتها، على حسب طبيعة الستيرز دي. لو الستيرز دي جوه مبنى وبتخدم على بدروم، يعني أنا مثلا سايب في الدور التاني وفي ستير سلم هروب بيوصلني للبدروم بتاع المبنى ده، يعني هو المبنى فيه بدروم والستير بيخدم البدروم ده، وأرضية البدروم دي أوطى من أرضية الجراوند فلور بتسعة متر، يبقى ساعتها لازم أعمل ستير بريشرايزيشن، يبقى لازم اعمل بريشرايزيشن للسلم ده. طيب، الحاجه الثانيه امتى اعمله؟ لو الستيرز دي ارتفاعها فوق الارض، الكونديشن الثانيه ان هي بتخدم على ادوار بارتفاع 23 متر من نقطه وصول سيارات الدفاع المدني. يعني لو انا مثلا ده ليفل الجراوند وسيارات الدفاع المدني هتيجي تقف في المكان ده، وارتفاع السلم بيوصلني لأعلى من 23 متر، ساعتها لازم أعمل للسلم ده بريشرايزيشن. يبقى دي الكونديشنز اللي ساعتها لازم أعمل ستير بريشرايزيشن، إن يبقى عندي دور تحت الأرض بمسافة تصل ل 9 متر، تاني حاجة إن ارتفاع المبنى 23 متر أو أكتر، ساعتها لازم أعمل ستير بريشرايزيشن. طيب، زي ما قلت من شويه، الستير بريشرايزيشن عباره عن ايه؟ ان انا عندي دور والدور ده بيحصل فيه حريق او فيه سموك، واخاف ان السموك ده يخش جوه الستيرز، فبضغط السلم ده، بعمل تضغيط، يعني بخلي ضغطه، ضغط الهواء اللي فيه اعلى من ضغط الفلورز، بحيث ان السموك ما يعرفش يخش جوه الستيرز، واي حد بيهرب عن طريق السلم يقدر يوصل لاوطى ليفل بسهوله ومن غير ما يلاقي السموك، لان السموك طبعا ممكن يعمل انجرس، اصابات، ويعيق عملية الإيه؟ الهروب. تالت نقطة هنتكلم عليها هي أنواع الفانز إيه؟ ممكن الفانز اللي بنعمل بيها بريشرايزيشن ممكن تبقى موجودة في أوطى نقطة في السلم، ممكن تبقى موجودة في أعلى نقطة، ممكن تبقى متركبة فوق السلم، فوق اللي هو زي ما بيقولوا كده اللي هي الأبر روف أو الجزء من الروف اللي هو يعتبر تكملة للسلم في السطح. فبيبقى فيه نوعين مشهورين، نوع البروبيلر فانز، ودي بتبقى زي توب ماونتد كده تركب في الجزء ده وبتعمل عملية السبلاي تعتبر سبلاي فان، تزود السلم بهواء عشان يعمل البريشرايزيشن. طيب، عادة بيستخدموها في نوع اسمه سنجل انجكشن، ان الحقن سنجل انجكشن يعني ايه؟ يعني الحقن من نقطة واحدة من فوق السلم. طيب، دي شروطها ايه؟ ان ارتفاع السلم ما يكونش عالي، يعني لحد 30 متر يستخدم السنجل انجكشن. طب لو مالتيبل انجكشن،
اللي هو الاوبشن التاني، ممكن استخدم فيه السنترفيجال او الاكسيال فان. دي كده سنترفيجال او اكسيال فان، دي بيبقى الحقن من كذا نقطة نتيجة ارتفاع السلم العالي اللي هو ممكن بيوصل لحد 60 متر. طيب فالارتفاع لو عالي وصل معايا لحد 60، بيبقى الانجكشن من كذا نقطة، مش من التوب بس أو من البوتوم بس، بيتم الحقن من نقط مختلفة في الأدوار. طيب في المالتيبل انجكشن بنقول ايه برضو تاني؟ ان بيبقى من كذا نقطة، ويفضل ان هي عند كل دور، يعني اعمل حقن في دور يبقى في سايد جريل كده بتدي للاستير في دور اه ودور لا، دور اه ودور لا، بحد اقصى جريل، واسيب دورين واعمل في الدور اللي بعده. دي كده المالتيبل انجكشن عن طريق كذا نقطة جوه الستيرز، وزي ما قلت دي للسلالم عادة في الهاي رايز بيلدينج اللي هي ممكن بتبقى ارتفاعاتها 60 أو 70 80 متر، من لازم نعمل من كذا نقطة. طيب نيجي للنقطة الرابعة، بنعمل حسابات الفلو إزاي؟ حسابات الفلو الخاصة بالفانز دي إزاي؟ حسابات الفلو على حسب مقدار الفتحات الموجودة في الستيرز. يعني نفترض كده إن أنا عندي كل الأبواب مقفولة جوه السلم. طيب انا عشان امنع ان السموك يخش لي جوه السلم، طبعا بيبقى فيه زي كراكس او شروخ او فتحات صغيره جدا ممكن الهواء يخش منها لجوه السلم. فعشان امنع الهواء ان هو السموك يخش جوه السلم، فبعمل ايه؟ زي ما قلت بضغط بضغط زياده. طب قيمه الضغط ده ازاي؟ مقدارها قد ايه؟ بيقول لك ان هي زيادة، يعني ضغط الهواء جوه السلم يبقى أزيد منه بره السلم بمقدار 12.5 باسكال في حالة إن المبنى بتاعي سبرينكلرد. طب في حالة إن المبنى أن سبرينكلرد بتوصل لحد 25 باسكال، يبقى الضغط جوه السلم لو أنا جيت عندي هنا فتحة، يبقى الضغط من ناحية السلم أزيد من هنا بمقدار يا 12.5 لو أنا سبرينكلر، 25 لو أنا أن سبرينكلرد. دي كده قيمة الضغط. قيمة الضغط زيادة، يعني لو حابين نحسب البريشر على الفانة دي أو الستاتيك بريشر للفان، وهي ممكن طبعا تكون دكتد زي ما احنا شايفين أو أندكتد، فهتبقى قيمة الريزيديوال بريشر اللي أنا عايزه عند المخارج هتبقى أزيد بمقدار 12.5 أو 25 باسكال. طيب كفلوريت بقى، عشان احسب الفلوريت يبقى انا لازم اكون عارف مساحه الافكتيف اريا الخاصه بالكراكس، الفتحات، سواء كانت الفتحات دي في جسم السلم نفسه، في ال openings يعني في الفلورز، في الوولز لو في اي وولز، او في الابواب نفسها. يعني الابواب ممكن تبقى فيها اماكن معينه بيحصل منها ليكج او تسريب هواء. طيب نحسبها ازاي؟ دي شكل البروبيلر فان اللي هي بتركب فيه سنجل انجكشن. بنحسب اكوردنج للايكويشن دي. دي كده في حالة ان الباب مغلق والمساحات دي الاريا دي هي دي الافكتيف اريا الخاصة بيه الكراكس، هتبقى الكيو 0.839 في ايه في روت دلتا بي. ايه دي الافكتيف ليكج اريا بالمتر مربع، الافكتيف ليكج اريا بالمتر مربع. طب دي احسبها ازاي؟ لو انا عندي لو انا عندي باب على حسب ابعاد الباب ده، الويتس والهايت بتاعه، ده السايز، ده نوعه، هيبقى الكراك لينس والليكج اريا بالمقدار ده. اضرب بقى طبعا في عدد الابواب، لو مبنى في كل في باب في كل دور في 10 ادوار،
يبقى هضرب القيمة دي على حسب نوع الباب ده في 10، يديني الليكج اريا. طيب لو عايز اجيب الليكج اريا اللي فيه الوولز على حسب نوع الوول دي، لو هي اليفيتور شافت وول، لو هي فلورز، لو هي ستير ويل وولز، على حسب نوعها ايه هنضرب فيه الريشيو دي، يعني هجيب مساحتها واضرب في الريشيو دي يديني الليكج اريا، هجمعها مع الليكج اريا الخاصة بالأبواب وعوض في الإيكويشن دي يديني الكيو. ممكن تكون دي طبعا اليونتس لو السي اف ام، وهنا اليونتس بالمتر كيو بير سكند. طيب هل دي كده الكيو اللي بجيب الفان بتاعتي عليها؟ لا، دي كيو الليكجز فقط. طب ممكن يكون عندي كونديشن ان يكون باب من الابواب دي مفتوح، فبيقول لك افترض ان في بابين او ثلاثه مفتوحين وانا محتاج اعوض الفقد في الضغط ده. طيب هجيبها ازاي؟ هجيبها من الكيو دي اريا في فيلوسيتي اهي. يبقى الايكويشن دي لو انا بحسب الفلو ريت من الكراكس، طب لو انا عايز احسب الفلو ريت من الباب هتبقى اريا في فيلوسيتي، مساحه الباب الاريا في الفيلوسيتي اللي هي 1 متر على الثانيه، الريكومندد اير فيلوسيتي عند الابواب عشان الاشخاص وهم بيهربوا ما يبقاش فيه مشاكل وما يحسوش بفرق ضغط رهيب، فبنصمم على سرعه 1 متر على الثانيه. 1 متر على الثانيه الاريا اللي هي مساحة الباب، ممكن يكونوا باب أو 2 أو 3، فهتبقى الكيو توتال هي مجموع Q1 بلس Q2. وساعتها بروح أجيب فان، أعمل سيلكشن لفان على حسب كان نوعها زي ما قلت سنتريفيجال بروبيلر أو أكسيال، بالفلو ريت الكيو توتال ده والبريشر يغطي 3 نقط. أول حاجة فرق الضغط اللي أنا بصمم عليه اللي هو زي ما قلت 12.5 أو 25 بلس البريشر دروب في الصاج في الضغط، زائد تالت حاجة البريشر دروب اللي بيحصل على الهواء في الفان نفسها، ودي قيمة أقدر أجيبها من الكتل. طيب نقطة كمان أخيرة، بيقول لك إن أنت وأنت بتصمم الستير بريشرايزيشن سيستم ممكن يبقى فيه كونديشن بتحصل نلاقي إن حصل اكسسيف بريشر، يعني أنا مصمم على ضغط 12.5 باسكال بس ممكن نتيجة كونديشن معينة نلاقي إن الضغط بقى أزيد، ممكن مثلا فرق الضغط ده يوصل ل 30 أو 40 باسكال، فساعتها هيبقى فيه مشكلة، ضغط الهواء زي ما قلنا هيبقى عالي على الأبواب، فتح الأبواب هيبقى فيه مشكلة، زائد إن سرعة الهواء ساعة فتح الباب هتبقى عالية أعلى من 1 متر على الثانية. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك إن بنيجي في التوب بوينت الخاص بيه السلم بنعمل حاجة اسمها الريليف دامبر، يعمل ريليف لأي هواء جوه السلم. طيب مساحة الريليف دامبر دي بتبقى عبارة عن ايه؟ كيو على 0.83 في البريشر نص نص أو جذر البريشر، فالاي دي الاريا اوف بريشر ريليف بالمتر المربع، والكيو دي الاير فوليوم تو بي ويستد، دي كده كمية الهواء اللي هتخرج عشان نعادل الضغط، والبي ده الماكسيمم بريشر اللي بنصمم عليه. يبقى البي ده الماكسيمم بريشر، كيو الاير فوليوم تو بي ويستد، والاي دي الاريا اوف بريشر ريليف، يعني بي ده الماكسيمم بريشر الزياده اللي هو ممكن يبقى زي ما قلت 40 او 50 باسكال، يبقى ده هو الضغط زياده انا محتاج اخرجه من اريا فاتحه في السلم بمساحه قد كذا. فده كده كان آخر نقطة اللي هي الريليف دمبر، ممكن نوريك صورة ليه برضه. أهو يعني لو ده السلم بنعمل بريشر ريليف دمبر، بتبقى عبارة عن زي بوابة كده بسبرينج، بحيث أول ما الضغط يزيد جوه بتفتح الريليف الهواء اللي بالضغط الزيادة ده، بعد كده بتقفل تاني لما بيحصل ايكوليبري معادل الضغط كده. دي أول نقطة في السموك مانجمنت اللي هي الستير بريشرايزيشن. إن شاء الله ممكن يبقى فيه فيديو أشرح فيه إزاي نطبقها في مشروع سيلكشن الفان والحسابات الاستاتيك للفان دي والريليف دامبر
نختار مقاساته ازاي بعد ما احسب الاريا، بعمله سيليكشن ازاي.